في خبر بيشبه قصص الأفلام والمسلسلات شاغل الناس من أي أيام، وعنوانه ممكن نقول إنه يعني يرزق من يشاء بغير حساب. فنيكولا بويتش رجل عمره 80 سنة، مو متزوج، ما عنده أولاد، وعنده ثروة ضخمة جدا تتجاوز 12 مليار يورو. الثروة هذه من فين؟ من يعني أجداده يعني. فنيكولا هو حفيد مؤسس العلامة الشهيرة إرماس اللي بتعد من أفخم ماركات اللبس والشنط. ونيكولا اليوم بيملك 5% من الشركة، وهو أكثر شخص بيملك أسهم فيها بمفرده. المهم نيكولا فاجأ العالم لما أعلن نيته توريث جزء من ثروته لبستاني كان بيشتغل عنده في البيت وبيساعده في مهام منزلية أخرى. الرجل هذا كان معاه زمان والآن ما بيشتغل عنده، وعمره في الخمسينات وهو من أصول مغربية. والملياردير كشف أنه الآن كلف محامي بأنه يجهز أوراق تبني عشان يتبنى مزارعه السابق على الورق، وبالتالي يورث من أملاكه ما تصل قيمته لستة مليارات يورو. والمحامي قال الإجراءات هتاخد وقت لأنها مو معتادة، يعني مو عادي أنه أحد يتبنى شخص بالغ، ومو بنتكلم عن واحد عمره 18 ولا 20 سنة، لا يعني في الخمسين، لكن مع كده الموضوع مو مستحيل وماشية الإجراءات. خلينا عشان نعرف تفاصيل القصة أكثر معنا من باريس مراسل العربية ليث بزاري. أهلا فيك معنا يا ليث، واختيار موفق المحل وراك يعني سبب الأزمة كلها. قل لي يا ليث، يعني نيكولا بويتش، احنا صراحة يعني في كتير أصلاء في العالم ناس أغنياء ومعروف أنهم مالكين لماركات وكده بنعرفهم، لكن كثير مننا تفاجأ بهذا الاسم وحجم هذه الثروة. إيش نعرف عنه وين كان مختفي؟ نعم سارة، وهذه الثروة التي قد تنقل إلى هذا الرجل، ولكن هناك عوائق رح نشوفها بآخر هذا اللايف ونشوف شو المشاكل التي تواجه هذا الشخص المغربي. نيكولا بويتش هو ملياردير فرنسي ورجل أعمال، وهو سليل الجيل الخامس لتيغي إرماس. استقال من المجلس الإداري للشركة في عام 2014، لكنه لا يزال يملك 5% من شركة إرماس. ولد نيكولا بويتش عام 1943 في نيو سيغسين في ضواحي باريس الغربية الراقية، وهو ابن فرانسيس بويتش وإيفان إرماس، وهو أيضا ابن عم جون لوي دوما مدير عام دار إرماس السابق الذي توفي في 2010. يسكن الملياردير نيكولا بويتش في مدينة سويسرية صغيرة تدعى مارتيني، تقع بين جبال سويسرا الخلابة. القصة اليوم تدور حول إعلان بويتش أحد أحفاد مؤسس إرماس دار الأزياء الفرنسية الشهيرة أنه سيتبنى موظفا من أصول عربية مغربية يعمل في بيته ليتمكن من الحصول على جزء من ثروة بس ليث، يعني نيكولا هو جالس في بيته هذا اللي في سويسرا وجالسة بتجيله الأرباح. نعم هو طبعا هو الوريث الأكبر من دار إرماس، 5% دار إرماس بنعرف أنه مبلغ كبير، وعلى كل حال يعني تزيد ثروته عن مليارات الفرنكات السويسرية، يعني مليارات اليوروهات، مليارات الدولارات. وتم تثبيت البيكويث أو الميراث في سويسرا في كونتون أو مقاطعة فالي جنوب البلاد. نيكولا هو أعزب بلا أبناء أو أحفاد، وقرر نقل جزء من ثروته إلى هذا الموظف والبستاني هذا؟ كذلك الذي يبلغ من العمر مثل ما حكيتي 51 عام. هذا القرار، وهل يعني نعرف شيء عن البستاني المحبوب من سنين؟ نعم، حتى هذه اللحظة لا نعرف الكثير عنه، بس اللي بنعرف أنه هذا بيشتغل عنده من زمان. هو ليس فقط رجل يعمل مع نيكولا بويتش، ولكنه يعمل معه من سنين، أكثر من 10 سنوات. وحسب صحيفة لاتخبو دي جنيف أو لاتخبون دي جنيف، يعد نيكولا بويتش من بين 300 شخص الأكثر ثراء في سويسرا. وفي رسالة مؤرخة يا سارة في أكتوبر 2022، كلف سليل مؤسسة إرماس أي نيكولا بويتش محاميا بمتابعة موضوع تثبيت الميراث وعمل اللازم من أجل اتخاذ إجراء التبني لهذا الرجل المغربي في سويسرا، لكن هذا المشروع يواجه
معارضة إذ وقع نيكولا بويتش في عام 2011 على اتفاق ميراث لصالح مؤسسة مقرها في جنيف تدعى إسوكرات، والتي تمول مشاريع لمكافحة التضليل الفيك نيوز من خلال المنظمات غير الحكومية التي تدعم الصحافة. وفي مذكرة مكتوبة بخط اليد، خط يد نيكولا يعود تاريخها إلى شباط فبراير 2023، قام الملياردير بتغيير موقفه موضحا أنه يعتزم اتخاذ ترتيبات أخرى للوصية. وأشارت هذه المؤسسة إلى أنها علمت مؤخرا برغبة نيكولا بويتش في إلغاء ميثاق الميراث، لأنه الميراث مثل ما حكينا كان رايح لهالمؤسسة، لكنها لم تكن على علم بأي أحكام أخرى. واعتبرت هذه المؤسسة أن رغبته في إلغاء ميثاق الميراث من جانب واحد تبدو غير صحيحة قانونيا أو باطلة، فعارضتها وتركت الباب مفتوحا للنقاش. وهنا طبعا سيلعب القضاء السويسري. بس يعني هنا دحين أنا يعني الفلوس فلوسي أعطيها للجميع، أعطيها للجاردنر، أخذها معايا أدفنها، في الفلوس فلوسي أنا، يعني هم إيش دخلهم؟ يعني هل فعلا ممكن يفوزوا بشيء زي كده؟ صار إنه ما كان هذا هون الموضوع يعني بيد القضاء السويسري الذي سيلعب دوره في هذا الأمر بين الموروث والوارث والمؤسسة التي كان من المفترض أن تكون الوارث الوحيد، لأنه مثل ما حكينا سارة هو ألغى العقد أو بين قوسين العقد أو الميراث لهذه المؤسسة ليضعه بين أيدي إذا صح التعبير هذا الرجل المغربي. وهنا طبعا أكيد يعني لكل واحد عادي ممكن يفهم أنه أكيد هذا الشاب المغربي أو الرجل المغربي عندما يكون بيده هذا الميراث يقدر أن يأخذ أقوى محامي في العالم حتى يدافع عن حقه. وهنا طبعا الجدل ما زال يعني مستمرا في هذه القضية، لنشاهد ما سيحصل في ميراث هذا الرجل نيكولا بويتش الذي يملك أكبر حصة في أحد أكبر دور الأزياء عراقة في فرنسا، وهي دار أغماس التي نشاهد خلفي. يعني لحد هلأ مش معروف، بس أكيد يعني القضاء السويسري سوف يقوم بالجدل في هذا الموضوع ويدخل تكون هناك قضايا كبيرة. ولكن في نفس الوقت الرجل كما حكيت قبل شوي، كما قلت قبل قليل، أنه راح يكون أكيد في محامي قوي جدا حتى يدافع طبعا المحامي كمان حيطلع له نسبة يعني حلوة بطريقة شرعية، والأرزاق بيد الله مثل ما بنقول يا سارة. بالضبط، الله يرزقنا جميعا يا ليث، أنا وإنت برضو كده بالمليارات هذه. طيب إحنا بشكرك على وجودك معنا، وأكيد حنتابع القصة خصوصا لما نعرف هوية الوريث يعني. فشكرا لك، كان معنا من باريس مراسل العربية ليث بزاري.